نروح معاكم لاخبار الطقس والمناخ، والنهارده هنشوف درجات الحراره عامله ازاي طبعا عشان اللي عايز يبدا اجازته ويكون مطمن على الجو اللي حقيقه متقلب الايام دي، ويبدو انه يعني الشتاء ما خلص لسه لغايه دلوقتي. هو تعرف بقى المشكلة، الناس اللي سافرت، في ناس راحت أجازات كتير، من ناس صحابي سافروا يعني غردقة أو أماكن زي كده والعين السخنة، هناك الجو مش حلو. يعني لحد دلوقتي الجو اللي كان عندنا في القاهرة راح لهم. احنا أعياد الربيع، أعياد الربيع المرة الجاية جاية بتقلبات جوية، ممكن تكون يعني نتيجة برضه تقلبات مزاج المصريين. يعني احنا أثرت بالظبط. نروح نشوف درجات الحرارة. يعني القاهرة مثلا النهاردة غائم جزئي، وفي توقع بسقوط امطار، درجه الحراره 23 14، واسكندريه 21 16، وفي توقع بسقوط الامطار والطقس غائم برضه. مرسى مطروح والغردقه زي ما انت قلت توقع بسقوط الامطار، درجه الحراره مرسى مطروح 21 14، الغردقه 26 21. يعني بالليل كمان هيبقى شويه برد، فخدوا بالكم ما تصيفوش قوي عشان ما نرجعش نعيا ونزعل بعد كده. طيب شرم الشيخ بقى معاكي، نروح سريعا شرم الشيخ والاسماعيليه وبورسعيد والسويس 27 25 22 25، والجو في العموم برضو غائم. الصعيد بقى المنيا سوهاج الاقصر اسوان، احنا بنقرا العظمى برضو 25 26 29 31. الاقصر واسوان بس طقس مش شويه، لا 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 مشكله اللي موجود هناك برضو يا بخته يقدر ان هو ينبسط كويس. العريش 23 11، نخل 21 13، طابة 22 14، والطور 25 18، ومعظم المدن اللي قلناها طبعا طقس فيها غائم مع توقع بسقوط امطار. لا هتنبسطوا بالاجازه النهارده، ده حق دلع ونهوان بعد ناس اللي مسافره. قول مشمس ثلاث مرات كده حسام. مش هقولها تاني اصلا. كاترين 17 10، مرسى علم 27 22، مرسى علم الطقس مشمس بس بقى. شلاتين 30 25، وحلايب 30 26. اخر بقى جزء معاك. نروح لوسط الدلتا 22 13، دمياط 23 17، بلطيم 22 14، والفيوم 25 14. واضح ان الفيوم بس هو اللي جواها مشمس زي ما باين قدام حضراتكم.